في حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها خصوصية، ولا في أي زمن ممكن المسلمين أن المسلمين يفعلون هذا مع موتاهم، يعني يضعون شيئا أخضر أو زرع كما يفعل البعض، ممكن يأتي ويزرع فوق القبر يعني من باب يعني أن هذا يخفف إن كان في ثمة عذاب والعياذ بالله. نعم نعم الراجح والله أعلم أن ذلك خاص بالنبي، للرواية التي في مسلم في صحيح مسلم فيها أرد يعني فيها أنه أردت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما لم يعني ما دام رطبين اللي هم إيه الجريدة يعني، فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال بشفاعتي، يبقى هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان ورد عند البخاري أن بريدة رضي الله عنه أوصى عند موته بسند معلق على ما أتذكر عند البخاري، أوصى عند موته أن يوضع على قبره جريدة. فنجد العلماء اختلفوا يعني هل بريدة فهم من الحديث أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه على العموم، لكن ما نرجحه أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنك لا تعلم حال هؤلاء، هل ما حالهم الله أعلم. نعم.